حامل وظهر عليك خط على مستوى البطن؟ هل هو خطير ومقلق؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره خلال الحمل؟ متى يظهر ومتى يختفي؟ وأخيراً، ما هي أهم الطرق الفعالة للتخلص من هذا الخط؟ نجيب على كل هذه الأسئلة بعد الفاصل القصير، فإذا كنت مهتمة حبيبتي، تابعي الفيديو حتى النهاية. بداية، سنتعرف على هذا الخط الداكن الذي يظهر في بطن الحامل والذي يمتد من أسفل البطن ليقترب من الثديين، وهو تغير ناتج عن الخلل الهرموني خلال الحمل، وهو خط ذو لون بني أو أسود داكن أو فاتح حسب لون بشرة الأم ومدى تعامل جسمها مع هرمونات الحمل. وتفرز المشيمة هرموناً يحفز الخلايا الصباغية، وهي الخلايا التي تنتج الميلانين لتصبغ بشرتك أو تمنحك السمرة نتيجة لزيادة هرمون الأستروجين داخل الرحم أثناء الحمل. ويحدث ذلك في الفترة الثانية من الحمل، وفي بعض الأحيان يظهر هذا الخط في مرحلة أسبق، وكلما تقدم الحمل يزيد لون الخط، وفي بعض الأحيان يصاحبه تغير في حلمة الثدي حيث يتحول لونها إلى لون قاتم أكثر. وعادة ما يزول الخط تحت السرة من تلقاء نفسه بمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة على الأكثر، وهي مدة يأخذها جسمك ليعود إلى شكله الطبيعي، وغالبا ما يبدأ خط الحمل الداكن في التلاشي بعد وقت قصير من ولادة الطفل. ومع ذلك قد لا يختفي تماما لدى بعض النساء، وينصح العديد من الخبراء بعدم معالجته خاصة أثناء الحمل، وإذا لم يختفي الخط بعد الولادة بسنة أو أكثر ويزعجك مظهره، من الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية، ويمكنك أيضا استخدام كريمات التبييض بعد الولادة. في جانب آخر، يعتقد البعض أن الامتداد وشكل خط السرة علاقة بجنس الجنين، إلى أن هذه مجرد خرافة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، ولا يوجد أي إثبات علمي حول علاقة خط الحمل في البطن بجنس الجنين، كما أن الخط البني أسفل السرة يمكنه أن يظهر لدى الفتيات والفتيان والنساء غير الحوامل كنتيجة لعوامل عرقية متعلقة بلون البشرة، والذي يظهر لذوي البشرة السمراء بشكل واضح أو بسبب وجود التهابات حول السرة، أو قد يكون نتيجة لوجود إفرازات من السرة إلى الأسفل. فإن كان هذا الخط خفيفا فهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، أما إذا كان غامقا فينصح باستشارة الطبيب للكشف عن السبب. وهذه هي بعض النصائح التي يوصي بها أطباء الجلد خلال فترة الحمل للحفاظ على البشرة، والتي ندرجها فيما يلي. عليك بشرب الكثير من الماء، أي شرب 8 أكواب كل يوم، لتحافظي على رطوبة بشرتك، باعتبار الماء عنصرا فعالا يجعل بشرتك رطبة وناضرة دائما، كما أنه يقلل من احتباس الماء في الجسم أثناء الحمل. حاولي الحفاظ على بشرتك نظيفة من خلال استخدام الغسول والصابون لحماية بشرتك من الجفاف، باعتبار الزيوت الزائدة خلال الحمل تساهم في ظهور حب الشباب وفي اسمرار البشرة. فكما نعرف أن البشرة الدهنية تكون احتمالية اسمرارها أكبر، لذا عليك الاعتناء بالنظافة الشخصية لبشرتك. Thank you.
تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة، والذي يزيد من فرص التصبغ والإسمرار. فيمكنك استخدام كريمات الوقاية من الشمس مع استشارة طبيبك قبل استخدام أي نوع من الكريمات على بشرتك. حاول الحصول على قدر كاف من النوم، بمعنى أن تحصلي على 8 ساعات من النوم كل يوم، باعتبار النوم يوفر لك الراحة، كما أنه يعد عاملا أساسيا في توهج بشرتك ونظارتها. الرياضة كذلك لا تقل أهميتها عن شرب الماء وعن النوم، فممارسة التمارين الرياضية الخفيفة للحامل له أهمية كبيرة، على رأسها المشي لمدة نصف ساعة كل يوم. أيضا يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية الأخرى كاليوغا، فهي تساعد على نظارة البشرة وكذلك تسهيل الولادة، كما أنها تقوم بتنشيط الدورة الدموية بشكل جيد. تناولي الخضر والفواكه وركزي على فيتامين جي وفيتامين سي المهمين لصحة البشرة. يمكنك أيضا القيام بجلسات مساج التي تعطي الجلد راحة يحتاجها خلال فترة الحمل، وابتعدي عن المركبات الكيماوية في الكريمات المختلفة، واستعيني برأي الطبيب قبل استخدام أي نوع من الكريمات على بشرتك. وهذه الطرق لا يمكنها أن تمنع في ظهور الخط البني أسفل السرة بشكل نهائي، وإنما فقط تمكنك من التخفيف من حدته. نلتقي بحول الله في موضوع جديد. إذا لم تشتركي بعد في القناة ففضلا لا أمرا انضمي إلى أسرتنا وانشر الموضوع ليصل إلى باقي أخواتنا المسلمات، وشكرا.